ونحن بكل تواضع بنقول لهم انه هذا الشيء بضر، لان نحن ما فينا نكون شاهدين زور. يعني الانسان الله بيحاسبه حسب معرفته. اذا انا ماني عارف انه هالشيء بضر وعم بعمله، ممكن القانون يحاسبني، ممكن لا، هذا قانون الناس بيعملوه. بس بالنسبه لخلقيا انا عم بحكي بعلاقتي مع ربي، اذا انا عندي معرفه انه هالشيء بضر، لو سامح فيه القانون ما لازم اعمله.